على كل حال من اطلاق الدليل والحفل في هذا بهذا الخصوص في انا مقابلات عدتها زميله ميساء عياد تابعها معنا. هذا الاطلاق تتويجا لثمره من الشراكه والتعاون ما بين وزاره التربيه والتعليم العالي وبين مؤسسه بيالارا للتثقيف الاعلامي لطلبه المدارس. علاقتنا علاقة شراكة طويلة مع بيالارا، نفذنا معهم هذا المشروع لطلبة مدارس ضواحي القدس، وامتد هذا المشروع في هذا العام ليشمل أيضا طلبة مدارس رام الله والبيرة، على أمل أيضا أن يمتد إلى باقي المحافظات، لأننا في وزارة التربية والتعليم معنيون بأن نثقف أبنائنا على الإعلام وأهمية الإعلام ومخاطر الإعلام. فالتربية الإعلامية هي كيف نخلي شبابنا وأطفالنا اللي هم هلا صاروا مأخوذين بالسوشيال ميديا بالإعلام الاجتماعي، وصار كل واحد بده يكون مع نت وبده بتناقل أخبار وبنشر أخبار، كيف نحن بدنا نربيهم تربية إعلامية صحيحة اللي من خلالها يفهموا الإعلام، يعرفوا ينتقدوا، يحللوا، يعرفوا شو الصح شو الغلط، كيف يفحصوا المصادر، وبرضه كيف هم ينتجوا إعلامهم الخاص. أكيد هذا الدليل بيساعد الطلاب كيف يستخدموا وسائل الإعلام بالطريقة الصحيحة، كيف يتوجهوا بمدارسهم، كيف يستخدموا هاي الوسائل بالطريقة الصحيحة ويوجهوها جوات مدارسهم، يعني مثلا كيف ممكن يستخدموا الإذاعة المدرسية بطريقة فاعلة، كيف ممكن إنهم يستخدموا مجلة الحائط بطريقة علمية مدروسة. الدليل هو كان نتاج لخبرات وتجارب طاقم عمل بيالارا في الميدان في ضمن مشروع التربية الإعلامية اللي تم تطبيقه في منطقة ضواحي القدس في مدارس ضواحي القدس في 8 مدارس بالإضافة إلى مدارس في غزة. ومن خلال عملنا الميداني احنا طلعنا بدليل تدريبي، دليل التربية الإعلامية اللي هو بيضم محاور مختلفة متعلقة في الإعلام زي القصة المصورة، المقال، التقرير. أهلا من جديد. ويعني سامية، من خلال المشروع اللي بدأت 3 سنوات وتتوج بإطلاق هذا الدليل، كم شفتوا أنه بالفعل وزارة التربية والتعليم المدارس المختلفة، وأكيد في تفاوت بين مدرسة وأخرى، يعني المجتمع المستهدف اللي كنتوا او المدارس المستهدفه اللي كنتوا انتم مستهدفينها بهذا المشروع، يعني بيهتموا بقضايا الاعلام، انه بيهتموا كمان انه يثقفوا الطالب بجوانب مختلفه، الاذاعه المدرسيه كيف دورها، مجله الحائط، ما الى ذلك، او اي قضايا اخرى حتى يشاركوهم في ندوات في مؤتمرات ما الى ذلك. في البداية بصراحة يعني وجدنا تفاعل كبير من قبل المدارس اللي احنا اشتغلنا فيها والطلاب، وشكلنا يعني في مدارس حزمة والرام وجبع ومخيم قلندي اللي هي المدارس اللي احنا بدأنا فيها بالتعاون كمان مع الأنروة، كان في عنا مدرسة مخيم قلندي الذكور والإناث، كان في تفاعل كبير من قبل الطلاب، وشكل المشروع عدة قصص نجاح من أهمها انه في كثير طلاب ارتفع محصلهم وتحصيلهم العلمي. ليش؟ في كثير طلاب بيحكوا انه انا لما صرت اطلع، انا زمان كنت اتمسخر على الإذاعة المدرسية، كنت لما أشوف الطلاب أسرع أتمسخر وما أسمع وهيك. بصراحة من خلال بعد ما صارت القضايا اللي تطرح هي قضايا الطلاب وهمومهم ومشاكلهم، صار في تركيز أكبر من قبل الطلبة أنهم يسمعوا الإذاعة المدرسية صحيح. ويشاركوا في مجلة الحائط، وبدهم صاروا عندهم تفاعل أكبر، إذا إحنا حلينا هاي القضية والمدرسة تفاعلت معنا كيف بدنا نحل القضية اللي بعدها، وصاروا يطرحوا قضاياهم وهمومهم بشكل أكبر وأعمق. كان في تفاعل كبير من قبل المدارس، في كثير طلاب محصلهم العلمي، في طالب اسمه نور بمدرسة الرام ذكور الرام صار من أوائل الطلبة على المدرسة من خلال الإذاعة المدرسية. نور بيحكي بأحد الأفلام اللي إحنا عملناها إنه أنا كنت أتمسخر على الإذاعة، كنت أتمسخر على الطالب اللي بيطلع الإذاعة، بس لما صرت أطلع صار عندي ثقة بحالي، ثقة بنفسي، صرت أآمن إن نور بما إنه شاطر بالإذاعة ومبدع لازم يبدع بالأمور التانية بالمدرسة، ولازم يثبت لكل أستاذ ولكل معلم بالمدرسة إنه نور مش هيك. وبالفعل يعني مش بس نور، ولكن هو اللي استحضرته حاليا كثير طلاب زادت ثقتهم بنفسهم وحتى علي صوتهم يعني على يحكوا عن همومهم وقضاياهم. فالتربية الإعلامية شكلت لكل طفل ولكل طالب في المدرسة صوت إنه يوصله لكل مسؤول لكل صانع قرار فيما يتعلق بقضيته هو كطالب أولا وبحقوقه كطالب. وكان يعني عندنا كثير بنات كمان يحكوا لي أنا صوتي واطي، أنا بعرف شيء بصير إيش، ففيش إشي مستحيل يعني من خلال تدريبات مكثفة على الإلقاء وعلى الإلقاء الإبداعي والإلقاء الصحفي خلقنا منابر إعلامية بهاي المدارس. وكمان كانوا الطلاب دائما يعني يدعمونا، يعني كانوا هم
دائما الإشي اللي بيخلينا نرجع على المدرسة هم الطلاب وتحفيزهم لإلنا وإحنا نحفزهم وما يحفزونا. فكانت هي عملية تشاركية. أكيد إحنا بنحكي تربية بيكون في جهود مشتركة لهذه التربية. تحدث تربية إعلامية وإطلاق دليل للتربية الإعلامية في المدارس ومننسى العنصر الأهم كذلك المؤثر على الأولاد هو الأهل. صحيح. فكيف رح يتم التعامل مع هل رح يكون في إصدارات خاصة مثلا للأهل حتى يكون العمل تكاملي حتى في أيام العطل أو ما بعد الدوام والعطل الصيفية؟ إحنا بأول مراحل المشروع وقبل ما بلشنا حتى مع الطلاب وعملية اختيارهم لما اخترنا الطلاب جمعنا الأهالي مع الطلاب وفهمناهم إحنا إيش عم نشتغل وكده إحنا مهم نوجه طلابنا وأبنائنا للطريق الصح وكده مهم إنه أنا مش 24 ساعة تلفزيون وأنا أصبح متلقي ودائما أنا بس بشوف 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 فيش تفاعل مش عم بقدم إشي للمجتمع مش عم بقدم إشي للمكان اللي أنا عم بعيش فيه فكانت أول مرحلة إحنا اشتغلنا فيها إنه إحنا جمعنا الأهالي وفهمناهم وإحنا على تواصل كبير يعني إحنا كتير بنعمل مخيمات صيفية بنحط الأهالي بصورة المخيم الصيفي بصورة المواد اللي يأخذها ابنه اليوم وكده مهم أنتم كمان تكثفوا جهودكم معنا وكده مهم كمان المدرسة يعني هي المدرسة من خلال اجتماعات أولياء الأمور كانت عم تطرح بعض القضايا اللي احنا عم نطرحها وفي كثير أهالي لمسوا كثير تغيرات على أبنائهم من خلال مشروع التربية الإعلامية ودائما احنا عنا تواصل معهم يعني هم لبنة أساسية في المشروع فدائما هم الموجودين معنا ومحطوطين بالصورة ومفروض إن جهدنا وجهدهم يكون مكمل لبعض لأنه التربية مش بس في المدرسة كمان في البيت ومش بس في البيت هي كمان في المدرسة فكلها هي في النهاية كانت عملية تكاملية. كيف ممكن أي حدا يحصل على الدليل؟ الدليل رح يكون موجود على الإنترنت متاح للجميع لأي شخص بيحب يدخل ويتصفح الدليل وكمان إحنا حاليا يعني طبعنا نسخة أولية منه ولكن لقدام شوي وإن شاء الله بس يصير هو منهاج هو الإشي اللي عم يشتغل عليه مع التربية والتعليم أكيد رح يصير متاح لكل فئات المجتمع ولكل الناس. شكرا جزيلا لك سامية صلاح الدين العضو في فريق إعداد الدليل دليل التربية الإعلامية من بيلارا وشكرا لجهودكم في هذا الخصوص وأيضا لوزارة التربية والتعليم. شكرا لك ويسعد صباحك مرة أخرى وإحنا منواصل لمحطاتنا الصباحية متحدث في محطة خاصة حول العسل مع زميلتنا ساندرا المصري في هذه الفقرة المسجلة. تابعونا الآن في فقرة جديدة وصباح يوم جديد من برنامج فلسطين هذا الصباح في فقرتنا الصباحية لهذا اليوم وبمناسبة موسم قطف العسل أحببنا أن أخذكم بجولة في إحدى مناحل العسل في المنطقة الوسطى من قطاع غزة بالتحديد في منطقة الانصيرات نتعرف على هذا الموسم أهم الكميات المطروحة لهذا العام أهمية هذه الزراعة من ناحية الاقتصادية وتاريخها أيضا ابقوا معنا. مكملين معكم مشاهدينا الكرام في هذه الفقرة الصباحية الآن حيكون لنا لقاء مع الأستاذ محسن أبو معلا ليعطينا طبعا فكرة عن هذا الموسم وعلى الكميات الموجودة لهذا العام. صباح الخير بداية. صباح النور أهلا وسهلا بكم في مناحل عسل أبو معلا. بداية أستاذ محسن يعني حابين نتعرف كم نخلية داخل المنحلة؟ في عندنا هان في المنحل هان حوالي 300 خلية اللي موجودين حاليا هان في المنحل الموجود. إذا بدنا نحكي شوي عن عملية القطف لهذا الموسم كيف جرت عملية القطف لهذا الموسم؟ والله الحمد لله يعني جرت عملية القطف قبل حوالي 10 أيام بس كان يعني بصراحة الإنتاج ضعيف جدا لهذا الموسم. الكميات اللي حتطرح هاي العام تقريبا بالضبط 50% من كميات عام الماضي يعني تقريبا النص بالنص. الآن حيكون جولة داخل هذه المنحلة مشاهدينا مع الأخ كمال أبو معلا ليعطينا طبعا فكرة عن هذا الموسم بشكل تفصيلي ابقوا معنا. واصل علي أجدر بالإشارة مشاهدينا الكرام أنه 30% من خلايا النحل فقدت بسبب تأخر موسم الأمطار وتراجعت الخلايا العاملة في غزة من 25,000 خلية للعام الماضي 18,000 خلية هذا العام. ينتج القطاع سنويا ما بين 350 إلى 450 طن من العسل لكل خلية واحدة ينتج حوالي 12 إلى 13 كيلو جرام متوقع تراجع هذا العام إلى 10 كيلو أقل للخلية الواحدة بسبب الأحوال الجوية. بداية أستاذ كمال إذا نتحدث إذا أردنا
الحديث عن جني العسل كمصدر رزق للسكان. هناك 450 عائلة فلسطينية بغزة تحتاج من هذه الزراعة. لابد أن نسأل عن هل هناك إقبال على شراء العسل لهذا العام؟ بشكل عام الإقبال على العسل يعني ممتاز جدا، فوق 80%. وبالنسبة للإنتاج تبع السنة أقل من العام تقريبا 50%. يعني السنة الموسم مش زي موسم السنة الفاتت، العام الماضي كان أفضل والجو كان مناسب. بالحديث عن أنواع العسل المطروحة، يوجد الأسواق أنواع عديدة للعسل، تطرح عسل جبلي وعسل الغابة السوداء وعسل الملكة وعسل أنواع عسل، يعني نحن نعرف عنها بشكل كبير. أيهما أفضل جودة برأيك؟ أفضل جودة بالنسبة لنا احنا كالقطاع غزة اللي هو عسل الربيع اللي هو من زهور البرتقال، هذا أفضل أجود عسل. وفي طبعا بيجي موسم بعد هيك اللي هو جني السدر والكينيا والأعشاب الصيفية، بس المفضل هو عسل الربيع اللي هو زهور البرتقال. يعني بالرغم من جودة العسل في القطاع إلا أن هناك أنواع عسل كثيرة بالقطاع تتم استيرادها، ما السبب الذي يعود لذلك؟ وهل أسعارها أقل أو أكثر من أسعار العسل المحلية؟ أسعار أقل بكثير من أسعارنا، بالكيلو بتوصل 20 شيكل و15 شيكل و25 شيكل، مش زي العسل عندنا بنبيعه ب50 ب60 الكيلو، ب50 من 55 ل60، هي معروف يعني في القطاع 60 شيكل الكيلو. اذا الان يعني امامنا طبعا هذه الخلايا الكثيره، حدثنا عن هذا المشهد، يعني هنا كيف عاده تقوم عمليه قطف العسل؟ تقوم عملية قطف العسل الآن، نأخذ البراويز من الخلية، جني البراويز إلى مكان قطف العسل. المعصر يعني نفرز العسل من البراويز، ثم بنرجع البراويز إلى الخلية. يعني كثير من النحالين يلجؤون لعوامل غير طبيعية في تغذية النحل وتسريع عملية الإنتاج، كيف يمكن أن نميز العسل الطبيعي من العسل المغشوش بالعين المجردة كمشترين لهذا العسل؟ بالعين المجردة العسل النحل الطبيعي أو غير الطبيعي، يعني صعب تمييزه بالعين المجردة، لأن صعب جدا إلا بالضوء أو عن طريق المختبر، بس غير هيك أي كل الطرق يعني بعدها أنا بالنسبة كنحال يعني من 30 سنة كل الطرق اللي بيستعملوها الناس غير صحيحة وغير دقيقة. هو الطريقة الصحيحة لتمييز العسل هو بذوق العسل وبالمختبر اللي هو أفضل من الكل. المختبر فحص يعني كل سنة بنعمل احنا فحص للمختبر عن طريق وزارة الاقتصاد. يعني كيف يتم تخزين العسل بشكل عام ودرجة الحرارة المناسبة لتخزين العسل، وهل لديه مدة انتهاء؟ احنا بالنسبة لنا العسل حسب وزارة الاقتصاد يعني ان مدة الانتهاء على حسب ما بيكتب على التكت سنتين، ولا العسل فايدته بتقعد مئات السنين حسب ما اكتشفوه. طبعا عند الفراعنة لقوا كمية العسل هو والطعم مختلف والفايدة هي فايدة العسل الصافي. طبعا يعني القوات الاحتلال يعني جرفت في المدار السنوات الماضية الكثير من الأراضي، آلاف الدونمات الزراعية على امتداد السياج الأمني من جنوب القطاع لشماله، كيف أثر هذا الأمر عليكم كمزارعين وعاملين في مناحل العسل وإنتاج العسل بشكل عام في قطاع غزة؟ طبعا أثر علينا كثير كثير كثير، إنتاج العسل إنتاج الخلية من 20 و30 كيلو تدنت إلى 5 كيلو 7 كيلو 8 كيلو 10 كيلو أفضل خلية بتعمل، كله بسبب قلة الأشجار وخاصة الحمضيات اللي هي البرتقال المعتمد عليها النحال في قطاع غزة، وهذا كان سبب رئيسي لقلة النحل في قطاع غزة وتدمير المناحل طبعا بشكل عام، وقلة الإنتاج العسل بسبب اللي هو قلة البرتقال اللي هو الاعتماد الرئيسي في قطاع غزة، هذا المعروف للنحالين. طب ما الذي ينقصكم كمزارعين لتطويل هذه الزراعة لتطوير مناحل العسل في قطاع غزة، وشو الذي يجب أن يتم توفيره لكم؟ اللي هو طبعا كثرة البرتقال، هذا من الفوائد الناجحة لإنتاج العسل، والشجر اللي هو الكينيا والأكاسيا والسدور، هذه كلها الأمور هي يعني ممتازة لنا بالنسبة كنحالين، والأعشاب عامة في قطاع غزة، والحمد لله قطاع غزة يعني يتميز بعسله عن بقية البلدان، يعني بالذات عسل قطاع غزة بيختلف كمان عن الجبل اللي هو في الضفة.
إذا بدنا نحكي يعني على العسل بشكل عام، هل بتفكروا أنكم تصدروا عسل لخارج القطاع غزة؟ هل في يعني خطة لكم كمزارعين للعسل؟ هل هاي الكميات كافية للتصدير بالأساس؟ طبعاً لا، مستحيل هذا الكلام، لأن إحنا ما بنقدر، إحنا ما بدوبنا باللاحق على اللي في داخل القطاع لإنتاج العسل، والكميات ما بتكفي لقلة الأشجار كما يعني حكينا شرحنا لكم من قبل. مستمرين مشاهدينا الكرام في هذه الجولة الصباحية، الآن حنروح على إحدى مناحل العسل لنفس في نفس المكان لنستكمل طبعا الحديث عن العسل وآلية قطف العسل لهذا الموسم. هاي بالنسبة للمرحلة الثانية في النحل اللي هو هاي حبوب اللقاح، هذا حبوب اللقاح اللي هو اللون الأصفر، أيوه هذا اللقاح طبعا مفيد جدا، يعني مثل اللي هو الغذاء الملكي، مثل الغذاء الملكي طبعا مفيد جدا لل زي ما بيقولوها للضعف الجنسي للخلفة، اللي هو الغذاء يعني هم الغذاء الملكي وحبوب اللقاح مكملات لبعض. ولل طبعا بعض امراض المعده والامور الثانيه. وبالنسبه لهنا هي الحضانه اسمها اللي هي حضانه النحل اللي هو النحل، وهذا اسمه الريش اللي هو النحل. هذا النحل بنقسم لثلاث اقسام، هذه النحله اللي انت شايفينها اللي هي في منها الشغاله بتجيب العسل، وفي منها بتجيب اللي هو حبوب اللقاح، يعني ما لهاش في العسل الا في هذا بس، وفي لها العسل وبس، يعني ملأ هاي في من بعض هاي النحلة عليها حبوب اللقاح، هاي حاملة حبوب اللقاح، هاي النحلة هاي مبينة، هاي حبوب اللقاح هاي مبينة في الرجلان. نعم لا هي بتبين على الكاميرا، نعم هي واضحة، يمكن هاي حبوب اللقاح هاي الآن هاي في، وفي منه طبعا اللي هو بغذي مختص بس للملكة، مختص للملكة اللي هو ايش بغذي الملكة وبدفي الملكة في الشتاء وبينظم اللي هو بيض الملكة. وفي منها قسم آخر هو مغذي للحضانة اللي هي هذا، هاي أولاد النحل اللي هي الحضانة النحل هاي. بالعودة للحديث عن في موسم الشتاء، كيف عادة بتحموا النحلات في فصل الشتاء وبتحموا هذه المناحل بشكل عام؟ بشكل عام نحمي المناحل طبعا بالكياس، بنغطيه بالكياس كما زي ما انت شايفة، هاي كيس زي بنغطيه بالكياس هذا وبالغطي بنحميه، وبنحط له طبعا اللي هو بفترة الشتاء بننزل له المحلول السكري. نعم. لازم المحلول السكري، واللي بقول لك اي نحل بقول فيش محلول سكري مش صحيح، بننزل له الادويه في المحلول السكري اللي هو فومدير، طبعا هذا ادويه غاليه الثمن. نعم. ومش كل وقت بنجيبها من طبعا بسبب اليهود وقت بيمنعوا الامور هذه وقت بدخلوها طبعا يعني، وفي اللي هي ماده الشيح وفي التروميسين مضاد، هذا كلها مضادات للنحل بنحطها له في المحلول السكري عشان يساعد في الشتاء ونمنع اللي هي الاسهال والامور مشاكل الصحية للنحلة طبعا عشان ما يصير فيها موت. وطبعا بصير نقص كبير في المنحل في النحل فترة الشتاء، يعني بصير الصندوق ابو 10 و20 برواز بصير له 5 براويز بس. ليش بنحشره؟ عشان ايش؟ نحميه من البرد وننزل له اللي هو الكرتون داخل الخلية حماية له، طبعا هذا الا في الشتاء يبين الحين طبعا صعب. إذا يعني احنا هلا أخذنا فكرة عامة عن هذا الموضوع بالتأكيد، ولكن حابين نشاهد أو نتابع عملية تعبئة داخل علب خاصة فيها. زي هيك بالشكل هذا العسل، طبعا احنا بنقول عملية القشط تبع العسل، وبندخله على الفراز، بس احنا جايبين هاي عينات لأنه في ناس بتحب تشتري العسل بالشمع، فطبعا بنقوم من على أساس إنه ما يدخلش عليه إشي، بنعمل عملية الجيلاتين له، بعدين طبعا بنجيب العسل من الفراز وبندخله زي ما انتم شايفين عندنا براميل النورستا، هاي البراميل النورستا بندخل فيها العسل، فلما بندخل العسل فيها بيقعد له يومين ثلاثة تقريبا، بعد يومين ثلاثة بتلاقي العسل ايش صفي. طبعا زي ما انتم شايفين ممكن احنا هلقيت يعني لو بدنا نفتح البرميل حينزل العسل صافي 100%.
إذا مشاهدينا الكرام، كما رأيتم أمامكم هذه كانت الأجواء من داخل منحلة أبو معلى. أتمنى أن تكونوا أحببتم هذه الأجواء اللذيذة بالرغم من شدة الطنين من حولنا هنا في المنحلة. أتمنى أن يكون هذا الموسم موسم خير وبركة لهؤلاء النحالين ولكم جميعا. ألقاكم في فقرات متجددة ويسعد صباحكم. يسعد صباحك مرة أخرى ساندرا، وصباحكم أنتم مشاهدينا. نتواصل بمحطاتنا من فلسطين هذا الصباح، ونتحدث في هذه الفقرة حول بازار باب العمود، هذا البازار الذي نظم ضمن مشروع تنمية المجتمعات المحلية اقتصاديا في المناطق الفلسطينية المهمشة، والتي تقوم بها المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية مفتاح. يسعدنا الترحيب في صباحنا هذا بمنسقة مشاريع في مؤسسة مفتاح السيدة حنان سعيد، والمستفيدة أيضا من مشروع الصابون من منطقة بير نبالة رفعي زيدان. أهلا وسهلا فيك في صباحنا، ويسعد صباحكم. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم، يعطيكم العافية. نبدأ مع السيدة حنان ونتحدث أكثر عن هذا المشروع، عمليا تنمية المجتمعات المحلية اقتصاديا في المناطق المهمشة. أهمية هذا المشروع، متى بدأ، ما الذي حققه عمليا من خلال المسمى التنمية؟ نشوف إيش حقق على الأرض. يسعد صباحكم. مشروع تنمية المجتمعات المحلية بمشاريع صغيرة مدرة للدخل، مفتاح عم تشتغل عليه من خلال تمويل ودعم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. بدأت على تنفيذه تقريبا من عام 2008. كانت المناطق المستهدفة عندنا الأغوار وأريحة ومناطق القدس، بس خلال السنتين 2016 و2017، نظرا طبعا لخصوصية منطقة القدس وما بتعانيه من تحديات كبيرة بواقع الاحتلال الإسرائيلي، تم التركيز على دعم النساء المقدسيات في محافظة القدس سواء داخل الجدار أو خارج الجدار بمشاريع صغيرة، الهدف منها بالأساس هو تمكين المرأة المقدسية اقتصاديا، خاصة أنه ركزنا على الأسر اللي بتترأسها نساء مثل زوجات الأسرى والشهداء، طبعا لمساعدتهم في تقوية وضعهم الاقتصادي. فالمرأة من خلال هذا البرنامج استطاعت من خلال امتلاكها حرفة أو مهنة، من خلال التدريب اللي سعت مفتاح تدريب المستفيدات عليه، من خلال توفير طبعا كمان الموارد المادية والبشرية لهدول النساء، استطاعوا بأنهم ينتجوا منتجات صراحة رائعة ومميزة وفيها إبداع كمان. وبازار باب العمود أجا تتويج لهذه الإبداعات والمنتجات اللي أنتجتها النساء لحتى نعزز من صمودهم وندعمهم ويقدروا يمضوا أكثر في مشاريعهم. جميل. تحدث عن تجربتك في مشروع الصابون، وأنت تحديد المستفيدة منه، وتزين طاولة الاستوديو عنا بالمنتجات الصغيرة أو بعض المنتجات. بعضها. يسعد صباحكم ويسعد صباح الأسرة، وإن شاء الله هذا مشروعنا. والبازار كمان كان دعم للأسرة والوقوف معهم في إضرابهم، وخاصة أنه زوجي أسير محكوم 37 سنة نزار عزيز زيدان، وكانت في البازار أو مع الافتتاح كان في زاوية للأسرة ودعم وصمود، مي وملح حطوا زاوية والجميع شرب ووقف مع الأسرة ودعمهم وحسوا شعر بقضيتهم. مشروعنا دعمنا كسيدات، أنا زوجة أسير وفي عنا كمان سيدة زوجها متوفي، وسيدتين وضعهم دون المتوسط، فالحمد لله رب العالمين. يعني المشروع دعم هاي الأسر وساهم في رفع مستواها، وحققنا إنجازات على المستوى الأسري والمادي لدعم أسرنا. المشروع فكرتك ولا فكرة مفتاح؟ لا، طبعا مفتاح طرحوا عدة أفكار، وإحنا خلال التدريب اختاروا صابون، يعني كان في مطروح من عدة مشاريع من مؤسسة مفتاح. طيب إنه هذه الفكرة تترجم اليوم ونشوف المنتجات، صعب الموضوع ولا كيف؟ لا بالعكس والله، اللي عنده إرادة وتصميم واستغلال لمنتجاتنا وثروتنا
الموجودة في بلدنا للزيت والزيتون وأشياء كثيرة. وحتى في البازار يعني شفت إبداعات للنساء، التطريز اللي هو أصل تراثنا وأشياء يعني لا والله لا تصدق، وأسعارها معقولة يعني بالنسبة للمعروض في الأسواق والموجود. وشغلة مهمة جدا إنه يكفي كل منتجاتنا خالية من المواد الكيماوية، المواد الكيماوية اللي هي الحافظات اللي سببت لنا كثير من الأمراض. يا ريت لو كنا نرجع كله طبيعي، هذا ما بدخل فيه أي شيء. لا لا زيت زيتون. فكرة سريعة قبل نروح لبعض المقابلات عن هذه المنتجات، هيك تعطينا فكرة سريعة عنها. زيت زيتون مع شوية ملح صودا فقط لا غير. فقط لا غير، هذا قوام يعني مشروع كبير وضخم جدا مع إضافة روائح إضافة روائح وعطور وزيت زيوت حتى زيت. يعني لما نضيف نضيف زيت اللافندر، زيت الجريسرين، زيت الليمون، يعني كلياتها للبشرة وللجسم ولا آمنة وروائح وإشي بجنن. وبالنسبة يعني للتغليف والألوان ويعني تجميع هاي المنتجات لحتى يتم عرضها في المعارض أو حتى بيعها، كيف بتقوموا بهالعملية؟ طبعا بدها جهد وبدها وقت كله أنتوا أو بتسووا لحدا؟ مساعدة مؤسسة مفتاح برضو جابوا لنا يعني حد يساعدنا بالتغليف وكيف طريقة عرض المنتج لأن احنا لسه في هذه مراحل مهمة على مراحل التطوير. نرجع لها ونشوف دور مفتاح هذا الجانب. خلينا نشوف بعض المقابلات من البازار. هو عبارة عن تطريز ومعلقات وشلات، وكون مشروعنا من 5 بنات. وطبعا مشروعنا يعني باعتبار ناجح له تقريبا 3 سنين. احنا كان عندنا خبرة من قبل واستفدنا لان في دعم مادي وتراثنا، احيانا التراث الفلسطيني. مشروعنا مشروع يدوي اكسسوارات، بنعزز فكرة يعني بلشت من ان التراث بندمج فيه بالحاضر. واحنا قاعدين بنشتغل في مشغولات يدويه مش سهله بس حلوه، وحابين ان يعني الكل يعرفها وانها تكون على مستوى يعني معروف. مشروع ادوات منزليه وجزء منه الخزف، لا والله هذا صنع الخليل، بس احنا بنجيب منه وبنبيع اكثر، نقدر انه نطور مشروع اللي أخذناه عشان نقدر إنه نوسعه أكثر من هيك إن شاء الله خير. منتجات طبيعية، الألبان ومشتقاتها والمربيات وتصنيع غذائي بالكامل، يعني بنتج وبصنع وببيع وفي معارض بشارك في المعارض. وهذا صمود للمرأة الفلسطينية إنها تواجه جميع الصعوبات، وإني أنا يعني بشجع الزراعة، بشجع التصنيع الغذائي، وبنحارب الصناعة الإسرائيلية. لا من جديد. وحب نحكي سيدة حنان حول يعني عمليات أو ما تقدموه لبعض الأفكار الناجحة في هذا المجال. إيش أنتم بتقدموا لهم؟ إيش بتعطوهم الفكرة بغض النظر من مفتاح ولا من السيدة نفسها؟ بعدين إحنا في عنا مراحل كثير مهمة، مرحلة الإنتاج نفسه إنه نتأكد إنه هذا المنتج مطابق لمواصفات طبعاً معينة، وبعدين مرحلة أكثر أهمية فيما يتعلق بالفينش إنجاز التعبير حتى إنه يكون فيه له قبول ورواج في السوق. صحيح. يعني بداية النساء كلها اللي بتستفيد من المنح بتم في بداية دورة حياة المشروع اللي هي دراسة المشاريع، دراسة جدوى. صح. دراسة جدوى لهي المشاريع، وعشان النساء تكون على معرفة ودراية بدورة حياة المشروع كيف بدها تبلش من لحظة ما بتختار فكرة المشروع لغاية لما بدها توصل لمنتج وتسوقه. بعد هيك طبعا بتكون كل التدريبات اللي لها علاقة بالمنتج، سواء احيانا في عنا بعض المشاريع بتكون عبارة عن موهبة، فبالتالي احنا بنركز على تنمية هاي الموهبة. صحيح. بس في بعض المشاريع النساء بتختارها وما بيكون في عندها المعرفة اصلا والتمكين والتدريب حولها، فاحنا مندربها عليها بكل ما تحتاجه من جوانب، سواء من ناحية الإنتاج للتسويق لطريقة العرض، التشبيك والتنسيق مع مؤسسات وشركات. بنعطيها كل المهارات والإمكانات اللي ممكن تساعدها حتى منتجها يوصل للسوق. نتحدث عن هذه المشاريع البسيطة والمشاريع اليدوية، بتحتاج كتير وقت لحتى هي تجهز لأنها
يعني يدوي، كله يعني يعمل من خلال اليد. نتحدث عن كميات الإنتاج اللي عم تنتجوها خلال الفترة ما بدأتوا المشروع. طبعا كمية الإنتاج بتتعلق حسب الطلب، شو بكون عندنا طلبات ومعارض. يعني لما كان عندنا معارض اشتغلنا وقت أطول وفترات يعني كتير كان عندنا تركيز حتى نعرض المنتوج ويكون بطريقة لائقة وطريقة جيدة. فشو بكون عندنا طلب بكون عندنا وقت للإنتاج ولعمل المشروع. فرصة هكذا منتجات إنه تكون موجودة في أسواق عربية سيد حنان إيش؟ صحيح، يعني إحنا زي ما حكينا في البداية هاي المشاريع حاليا هي مرحلة مبتدئة أو تأسيسية بنقدر نقولها، يعني مش كمية إنتاج كثيرة. صحيح، بس إحنا بنطمح طبعا كمفتاح من خلال المراحل الجاية على مأسسة هاي المشاريع، مأسستها بطريقة إنها تقدر تتجاوز السوق المحلي للسوق التصدير الخارجي. بس طبعا بحاجة لكمان تعاون ودعم من سواء وزارة الاقتصاد والغرف التجارية أو بشكل عام السياسات والإجراءات اللي لها علاقة بالمشاريع الصغيرة المدرة للدخل، لأنها بحاجة لخصوصية خاصة إنه اللي بتشرف عليها نساء أقل حظاً في المجتمع ومبتدئات. فزي نظام الإعفاء من الضريبة وهاي القصص هي بحاجة لجهود حتى النساء تقدر تسجل مشاريعها بطريقة رسمية حتى تمكنها من إنها تصير منتجاتها، لأنها تستحق إنه منتجاتها تكون على مستوى خارج الوطن. كمان هو صابون الزيت، ناخذ النموذج معنا في الاستوديو، معروف في المجتمع الفلسطيني، كثير من الناس لحد اليوم بحرصوا على انه يستخدموا. صحيح، كيف الرواج المنتج بالنسبه لك؟ الحمد لله الناس مقبلين عليه ولا كيف؟ يعني عشان تقدر تغطي التكاليف كمان وما الى ذلك. يعني الحمد لله في كثير ناس وفئات من المجتمع صارت ترجع للصابون وللإشي البلدي ولا يعني طفرت من الكيماويات بصراحة، فصار يرجع لفلكة الصابون البلدي للوجه وللشعر وللجسم ولا. فإن شاء الله إنه مزيد من الإقبال والدعم لمنتجاتنا الوطنية. أكيد. سؤال من الغرفة الإخراج عنا جوا، كيف أسعارهم تنباع في السوق؟ يعني أسعار مناسبة لأنه إحنا برضو كمان لسه المشروع جديد. عندنا يعني بالفلقة 10 شيكل، مع أنه تكلفتها يعني مش بسيطة، يعني زيت زيتون غالي سعره. في عندنا الكيلو تقريبا 40 شيكل بنبيعه. يعني بهالمعدل من كل دفع. ادخل أفكار جديدة غير الأنماط اللي بنشوفها في كل هالمعارض والمنتجات، كيف ممكن ندخل عن جد أفكار جديدة للنساء؟ يعني إحنا حاولنا خلال هاي المرحلة نركز على القدرات الشابة الموجودة عند الصبايا. صحيح، في عنا صبايا من منطقة كفر عقب أبدعوا هي موهبة عندهم اللي هي فن طي الورق الأورجامي. من خلال هذا المشروع عم بيرجعوا بيستخدموا الورق بطريقة للهدايا أو من خلال تجهيز صناديق بطريقة حلوة وفيها إبداع وفيها ابتكار كمان. هذا كان نوع جديد، وكمان الشمع نوعا ما كان في تركيز عليه بطريقة مبتكرة ومختلفة، وكمان كان في مشاريع إعادة التدوير لمستخدمات النساء اللي هي من خلال الأقمشة اللي مثلا ما إلها احتياج تم تحويلها لقطع أخرى إلها احتياجات مختلفة لكل الفئات. احنا بنشكركم حنان سعيد منسقة مشاريع في مؤسسة مفتاح، ورفعة زيدان المستفيدة من مشروع صابون. سعد صباحك، يعطيك العافيه. شكرا لكم، ان شاء الله بصير ماركه مسجله. ان شاء الله. اهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم مره اخرى. احنا متواصل بمحطاتنا لهذا الصباح، بنكون مع ريبورتاج بسيط لزميلتنا لدين الجواريش والذي يتحدث حول اراء المواطنين بالانتخابات والمرشحين للمجالس البلديه. تابع معك. أول شيء طبعاً راح أراجع شغلة عدادات تبعون السيارات اللي هي للصفات السيارات، لأنها خلقت كتير مشاكل بالبلد وعملت بلبلة زي ما تقول، وخصوصاً الأشخاص الموجودين اللي بيتعاملوا مع الناس بهدول الشركات عملوا مشاكل أيضاً. وكمان ممكن أن أطلع على الطرق، إعادة ترتيب الطرق، لأنه بالفترة الأخيرة الطرق تم إعادة ترتيبها بالبلد صارت أزمة أكتر، يعني ممكن أنها ترتب بطريقة أفضل.
قصيرات. بشكل عام هذا أكبر مشكلتين أنا بلاحظ فيهم بالبلد. أهم إشي النظافة، كثير في مناطق في رام الله، في شوارع في رام الله بتكون مش نظيفة، هذا إشي مهم. بنايات رام الله شو اسمه، مثلا تطوير مدارس رام الله، رام الله بحاجة لمدارس أكثر، في أماكن كثيرة مش موجود فيها مدارس، لازم توزع المدارس على جميع منطقة رام الله، مش منطقة رام الله اللي هي شو اسمه رام الله المدينة. إنه يعني في فوضى في أزمة في موضوع السيارات، سواء في الوقفة سواء في الشارع وهو ماشي. في شغلة ثانية برضه بخصوص بسطات الخضرة والأشياء اللي على الشارع، برضه هذا لا شك إنه عامل عائق وعامل مظهر غير حضاري. خلينا نعرج يعني بصراحة موضوع النظافة، نقولش يعني احنا النظافة معدومة لكن هي ناقصة إلى حد ما. المفروض برضه ننظر يعني ينظر نظرة للنظافة، ينظر نظرة يعني لراحة المواطن، المواطن بهم برضه يوقف يلاقي في نظافة عند الموقف، عند الشارع، عند لما بده يشتري غرض، لما بده، هذا هو يعني إجمالا. بالنسبة للتطور السريع اللي قاعد بحصل في البلد على مستوى منشآتها أو على مستوى اقتصادها أو مستوى الاستثمار من المحافظات الأخرى أو من الخارج في البلد، والتسارع اللي قاعد بصير وعدد السكان اللي قاعد بتزايد بشكل سريع في البلد، هي بحاجة لخطة جديدة لإعادة هيكلية البلد من جديد ليتناسب حجم عدد السكان اللي بتضاعف بشكل مستمر بالنسبة للاقتصاد، وبالإضافة لذلك أنه بشكل أساسي بالغلاء اللي قاعد عماله بصير في البلد وبالاحتياجات اللي عماله بصير في البلد للمجتمع، وخاصة إحنا على أبواب شهر رمضان، بحاجة لبنية تحتية أساسية كويسة، وبحاجة لتفكير أشياء مستقبلية كمواصلات، كتوسيع طرق، كتنظيم، هيك شغلات يعني بحتاج تفكر 10 سنين لقدام، يعني على الأقل إن الإنسان يسهل حياة المواطن في البلد هاي. يعني لو كنت أنا رئيس بلدية، أهم إشي أنا ممكن أعمله اللي هو توسيع الشوارع، بناء حدائق، يعني مش زي ما بصير هون عندنا في رام الله اللي هو عدادات محطوط على الصيدين، تسكير صيد يعني شارع كامل عشان مخالفة عدادات، إشي هيك برجع مردودها للبلدية. أول شغلة بشوفها إيش حاجات الناس، متطلبات الناس، بشوف بقيس احتياجات الناس ومتطلباتهم، شو البلد بتعاني، مدينة جنين من إيش بتعاني، يعني في عنا مثل ذو الاحتياجات الخاصة بشوف شو بيعانوا، يعني لما يروح ذو احتياجات خاصة على مرافق صحية بلاقي درج ما بعرف يطلع بعرباي، يعني بيعاني من مشكلات كثيرة هذول ذو احتياجات خاصة. وغير هيك يعني أنا بتصير معي مواقف بكون حامل كمامي دروح أكبها ظرف أو شيء بسلة الكمامة، بفر الشارع كله ما بلاقي سلة أرمي القنية أو الظرف اللي بيدي، فهي مشكلة منواجهها يعني بصراحة. أهم شيء التثقيف والتعليم وحب الوطن، هذا أهم شيء. إذا الشباب بيضحوا في سبيل بلدهم ووطنهم وأسرتهم بصير عندنا وطن، هذا أهم شيء. بعدين الخدمات تتبع، بس إذا ما كانش الواحد مستعد إنه يخدم ويقود كله حكي فاضي. أهم شيء إنه تعليم، تثقيف الناس كيف يحبوا بلدهم، كيف يحافظوا على نظافتها، وهذا أهم شيء. بعدين الأشياء الأخرى تتبع. طبعا رئيس المجلس لازم يقوم بواجبه لأهل قريته على سبت من أي إشي، يعني من مية، من كهرباء، من أي فيش إشي لازم ينقص من البلد، لأنها بتقدر المسؤولية عليه، لأنه هذا اللي بصير، يعني أي إشي بنقص من القرية هو مطلوب منه. يعني بلدية رام الله بالنسبة للبلديات الثانية بحس إنه هي بجزء أقوى بلدية من ناحية الخدمات ومن ناحية التنظيم، بس إلا بضل شوية أشياء يعني إن شاء الله بتتحقق في المستقبل، يعني زي مثلا ربط المدن، مش يعني تحكي رام الله مثلا يربطوها مع بتونيا مع سردة، إنه خطوط تانية يعني مش بس نفس الخط اللي بيعمل اقتضاد في حركة المرور والأزمات اللي إحنا بنشوفها، لأنه فيش شوارع كافية. يعني تغيير الشوارع، يعني العمل على توسعة الشوارع والقضاء على التجاوزات والقضاء على المحسوبيات كمان، هي أهم إشي عندي.
شكرا لزميلنا نادين جواريش على هذه المقابلات، واستمعنا لآراء المواطنين في الانتخابات المحلية. الانتخابات ستجرى يوم السبت المقبل 13 من الشهر الجاري، وتفتح صناديق الانتراع عند الساعة 7 صباحا. ولكن هذا اليوم 11 ألف عنصر أمن يدون بأصواتهم في هذه الانتخابات في مرحلة أولى، وذلك يعني تمكينهم من تأمين مراكز الانتخاب والحفاظ على سير العملية الانتخابية. هذا صباح ميساء عيات تنقل لنا الأجواء من مدرسة بنات البيرة الثانوية حيث مركز الاقتراع هناك. صباح الخير ميساء، أهلا ومرحبا بك معنا. يسعد صباحك ميساء. نعم. صباح الخير زملائي، يسعد صباحكم مشاهدينا الأعزاء. بدأ أبناء المؤسسة الأمنية منذ الساعة 7 صباحا بالتوجه إلى مراكز الاقتراع الرئيسية في مراكز المدن، حيث اليوم سيقوم 11 ألف من مؤسسات الأجهزة الأمنية بالتصويت هنا في هذه المراكز حتى يتمكنوا يوم السبت من التفرغ لتأمين العملية الانتخابية وأيضا لممارسة حقهم في الانتخابات. للحديث أكثر عن سير هذه العملية الانتخابية يسعدني أن أرحب بالأخ هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية. صباح الخير. صباح الخير. يعني نتحدث أكثر، اليوم بدأت العملية الانتخابية، أبناء المؤسسة الأمنية، نتحدث عن سير هذه العملية الانتخابية. يعني اليوم يقترع حوالي 11 ألف من الإخوة منتسبي الأجهزة الأمنية في 10 مراكز منتشرة في كافة المحافظات. هدول العشر مراكز بيغطوا 25 هيئة محلية، يزيد فيها عدد الأعضاء منتسبي قوى الأمن عن 200 عنصر أمن فما فوق، وبالتالي إجراءات الاقتراع بدأت اليوم من الساعة 7 صباحا وتنتهي حتى 7 مساء. يتمكن فيها الإخوة من منتسبي قوى الأمن من الإبداء بأصواتهم حتى يتفرغوا يوم السبت القادم لتأمين العملية الانتخابية يوم السبت. إجراءات الاقتراع هي نفس إجراءات الاقتراع اليوم العادي، لا تغيير عليها، فقط ورود كشف أسماء قوة الأمن في هذا اليوم. والأبناء الأجهزة الأمنية اللي ما بتمكنوا اليوم من التصويت بقدروا يصوتوا يوم السبت؟ بالتأكيد، يعني هناك هذا الترتيب هو ترتيب وفق نظام خاص باقتراع قوى الأمن، وهو ترتيب أيضا بالتنسيق مع وزارة الداخلية. وزارة الداخلية ستمكن كافة عناصر الأمن الذين لم يرد أسمائهم اليوم من الذهاب إلى مكان إقامتهم للاقتراع في يوم الاقتراع. نتحدث أكثر، كيف استعديتم لهذا اليوم ولهذه الانتخابات؟ كم مرة بهمش؟ كيف استعديتوا لهذا اليوم وهذه الانتخابات؟ يعني الاستعداد اليوم هو استعداد من ضمن كل مراحل العملية الانتخابية، وبالتالي هي نفس الاستعدادات. صناديق الاقتراع والمواد الاقتراع كانت في المركز اليوم، تم افتتاح المراكز في الموعد المناسب وتغلق الصناديق اليوم، تبقى الصناديق في نفس المكان وتفرز في يوم الاقتراع العادي مساء يوم 13. نتحدث أكثر عن بعض الإجراءات والإرشادات للمواطنين حتى يتمكنوا من التصويت كلجنة انتخابات، شو بتحكوا للمواطنين؟ يعني هذه استحقاق ديمقراطي، هذه مصلحة للمواطنين، يجب أن يمارسوا حقهم الديمقراطي بالذهاب لاختيار ممثليهم في المجالس الهيئات المحلية. من يذهب هو تظهر نسب المشاركة ممن يقترعون في يوم الاقتراع، من يتقاعس ويبقى في منزله لا تحسب إحصائيات، وبالتالي أطالب الجميع أو تطالب اللجنة الجميع بالتوجه وتسجيل نسبة مشاركة عالية ترسيخا لنهج قامت به فلسطين عبر السنوات الماضية من تنفيذ انتخابات حرة ونزيهة. أستاذ هشام، يعني نشاهد في بعض أو في معظم القوائم نسبة كبيرة من النساء الشباب، كيف تنظرون إلى هذه النسبة؟ يعني من إحصائيات الترشح نسبة النساء فاقت النسبة اللي نص عليها القانون، بلغت 26%، في بعض قوائم كانت تصل 40%، في قوائم في قائمتين مرشحيها فقط من النساء فقط. نسب الشباب إذا طلعنا أيضا على أعمار الشباب، إذا اعتبرتي من سن 25 لسن 40 هم من فئة الشباب، أنت تتحدثين عن ترشح، نسب ترشح
في قوائم الهيئات المحلية تسجل فيها انتخابات تصل إلى حوالي 60%، وهو مؤشر أيضا جيد. نسبة المسجلين من الشباب في سجل الناخبين تبلغ 40%، وبالتالي إحصائيات العملية الانتخابية إحصائيات مبشرة. نأمل بالمشاركة الواسعة كما ذكرت حتى ننهي هذا اليوم. أنا متأكد أن الشعب الفلسطيني لديه إرث في تنفيذ عمليات وإبداء مسؤولية كبيرة تجاه العملية الديمقراطية، وبالتالي نتوقع تجاوب المواطنين معنا والتزامهم بالقانون وإجراءات لجنة الانتخابات. الرسالة الأخيرة اللي بتحب توجهها عبر شاشة تلفزيون فلسطين؟ فقط المواطنين يجب عليهم أن يتوجهوا إلى أماكن اقتراحهم، هناك خط مجاني للجنة الانتخابات، هناك يستطيعوا أن يتوجهوا بأي سؤال للاستفسار على طلبهم. نعم، بنشكرك جزيلا الأستاذ هشام كحيل المدير التنفيذي لجنة الانتخابات المركزية، ويسعد صباحك. يعني مشاهدينا، أبناء المؤسسة الأمنية بدأوا التوجه منذ ساعات الصباح إلى مراكز الاقتراع للتصويت لانتخابات المجالس المحلية. سنتحدث أكثر عن هذا الموضوع. يسعدنا أن أرحب بالمقدم نائل شرفة. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير، وصباح الخير لكل الأخوة المشاهدين. يعني كيف استعدت الشرطة لهذا اليوم؟ دائما وأبدا ما الشرطة تكون على استعداد لتأمين سير الانتخابات في كافة المحافظات. هنالك خطة وضعت من قبل إدارة العمليات المركزية وبالتوافق مع لجنة الانتخابات المركزية، وصادق عليها سيادة اللواء حازم عطلة مدير عام الشرطة، والتي تقضي بتأمين مراكز الانتخابات، لجان الانتخابات، وتأمين صناديق الانتخاب ووصولها إلى مراكز الاقتراع، بالإضافة إلى تأمين مراكز الاقتراع في كافة المحافظات. سيادة المقدم، وضح لنا أكثر، وضح للسادة المشاهدين الخطة اللي تم وضعها وبدأتوا بتنفيذها. الحقيقة اليوم بداية تنفيذ الخطة اللي بتشمل انتخاب أو اقتراع ما يزيد عن 10,000 رجل أمن في كافة المحافظات، ويوم السبت إن شاء الله راح يكون هنالك انتخابات تأمين ل 145 انتخاب 145 هيئة محلية تشمل 461 مركز اقتراع، بالإضافة إلى كما ذكرت اللي هو تأمين المواقع ثابتة تشمل 20 موقع أيضا، منها لجان الانتخابات المركزية. ستقوم الشرطة وكافة الأجهزة الأمنية بتأمين هذه المواقع وتسهيل عملية الاقتراع بالنسبة للمواطنين. نعم، يعني الشرطة ستكون متواجدة في كافة مراكز الاقتراع لتأمين وتسهيل عملية الانتخابات على المواطنين. اليوم بدأوا بالتصويت منذ ساعة الصباح، بدأوا التوجه هنا إلى مراكز الانتخابات في المدن. يعني من حق أبناء المؤسسة الأمنية الانتخاب، لذلك تم تخصيص يوم لهم. صحيح، وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني يحق لرجل الأمن الاقتراع وانتخاب ممثلينه في الهيئات المحلية. كان هنالك توافق مع لجنة الانتخابات المركزية أن يقوم رجال الأمن في المناطق التي يزيد عدد رجال الأمن عن 200 رجل أمن الاقتراع المسبق. طبعا هذا لتأمين الانتخابات في يوم السبت، اللي يقوم رجال أمن بالقيام بمهامهم بيوم السبت، وبالتالي الاقتراع المسبق لهذا السبب حتى يقوم أفراد الأمن بالقيام بواجباتهم. نفس الشروط لأي مواطن عادي يعني؟ بالتأكيد، مثل ما ذكرت القانون بالضبط، القانون الأساسي الفلسطيني يضمن لرجل الأمن حقه في اختيار ممثلينه في الهيئات المحلية سواء مع المواطن، وبالتالي نأمن من كافة الإخوة المواطنين على حد سواء يتوجهوا لمراكز الاقتراع. الشرطة والأجهزة الأمنية متواجدة لهذا السبب، لتأمين هذه العملية الانتخابية وتأمين حقهم في اختيار ممثلينه في الهيئات المحلية. أنا حبيت أذكر نقطة أيضا، أنه التواجد في مراكز الاقتراع للشرطة تتضمنها الخطة سيكون إن شاء الله ابتداء من يوم غد، يعني ما قبل الاقتراع بيوم. هناك أيضا شركاء مع الشرطة الفلسطينية لتأمين هذه العملية، نتحدث عن الشركاء وهذا الدور. طبعا أنا ذكرت في بداية حديثي أنه
كافة الأجهزة الأمنية هم شركائنا في وضع الخطة وفي التأمين، بالإضافة إلى الإخوة في لجنة الانتخابات المركزية، هؤلاء الشركاء الرئيسيين اللي راح يقوموا على تأمين وإخراج العملية العرس الديمقراطي الابتداء من يوم السبت واليوم بأفضل صور إن شاء الله. نعم، الرسالة اللي بتوجهها للأخوة المواطنين، شو رسالة الشرطة اليوم للأخوة المواطنين؟ طبعا احنا تعودنا دائما على تعاون المواطن الفلسطيني مع رجل الأمن، بنحب نوجه رسالة بأنه تواجد الشرطي والأمني الموجود في مراكز الاقتراع هو لتأمين سير هذه الانتخابات، واللي يعني اعطاء أفضل فرصة للمواطن للقيام بحقه في اختيار ممثلين. ونتمنى إن شاء الله كما عودونا دائما على التعاون المستمر في هذا المجال، كما نأمل من كافة المواطنين في حال واجه أي مشكلة هنالك تواجد شرطي مثل ما ذكرنا في المركز، أو هنالك الاتصال على هاتف 100 المجاني، أو أقرب دوري اللي راح يكونوا منتشرين في كافة المحافظات لتلبية احتياجاتهم وتسهيل أي أمر قد يصعب عليهم. السيادة المقدمة من الشرفة، بنشكرك على وجودك معنا، يسعد صباحك. يسعد صباحك، يسعد صباح الجميع، شكرا. يسعد صباحك. يعني مشاهدينا الأعزاء، هنا في مدرسة بنات البيرة الثانوية بدأ أبناء المؤسسة الأمنية منذ ساعات الصباح الباكر بالتصويت هنا في القاعات، يعني وفق نظام الخاص بالاقتراع لقوى الأمن. تم فتح 10 مراكز اقتراع في مراكز المدن، تشمل 26 محطة اقتراع مخصصة ل 25 هيئة. يعني نتمنى سير هذه العملية الانتخابية دون أي مشاكل. يعني مشاهدينا الأعزاء وزملائي في الاستديو، إلى هنا نصل لنهاية هذه الفقرة التي نقلنا فيها أجواء الاقتراع والتصويت هنا في مدرسة بنات البيرة الثانوية. أعود لزملائي الاستديو، يسعد صباحكم. يسعد صباحك ميساء، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من مدرسة بنات البيرة الثانوية هذا الصباح، ومركز الاقتراع الخاص برجال وقوى الأمن في المرحلة الأولى عمليا من الانتخابات التي ستشهدها البلاد يوم السبت المقبل 13 من الشهر الجاري. طبعا نحن سنكون في بث مباشر وموجة مفتوحة لتغطية هذه الانتخابات. أكيد، وإحنا هيك بنكون وصلنا لختام مشوارنا الصباحي من فلسطين هذا الصباح. نتمنى لكم يوم طيب أكيد، ونهاية أسبوع جميلة برفقة العائلة وبرعاية الله.